فضاء للعب أو مركز للترفيه وقضاء وقت الفراغ لم يعد اهتمام أطفال حي شعنبة بإقليم بلدية إيغلي في ولاية بشار، بقدر ما أضحى بعض المؤسسات التربوية هاجسا يؤرق يومياتهم، وإن وجدوا اليوم في الحي فذلك لأن اليوم عطلة. عيد قاع كل شيء بعيد، مهم مكان مجيد جبل باش نوصلوا بكري على المؤسسة، حالة مهمة بعيدة عينا، نقول لهم ديروا لنا الحافلة ما كانش قلعوا من هنا السبعة تل تمنية واش نوصلوا. خصنا الكارت عام متوسطة ومخصنا بزاف صوالح. إيغلي بحاجة إلى إنجاز ثانوية، لأن إيغلي لا يوجد بها ثانوية كهيكل، الهيكل الآن المستعمل هو متوسطة، وإيغلي تمتاز بالنتائج الأولى دائما في البكالوريا، وفيه متوسطة واحدة، وهذه المتوسطة موجودة في مكان بعيد. إيغلي بحاجة إلى متوسطة أخرى، وبحاجة إلى مدارس ابتدائية، لأن إيغلي الآن أصبحت كبيرة وفيها أحياء جديدة، وهؤلاء التلاميذ الذين يتنقلون إلى المدارس الأم دائما فيه متاعب. مسؤول البلدية من جهته أبدى تفهمه بمعاناة المتمدرسين بالمنطقة. طلبنا بإنشاء مدارس أو ملاحق ملحقات ابتدائية في حي القدس وفي حي السلام لفك العزلة على التلاميذ. نتمنى إن شاء الله السلطات المحلية تسمعنا وتلبينا هذه الرغبات. يوشك الموسم الدراسي 2015-2016 على النهاية. يأمل أبناء شعنبة لو يستأنفوا الدراسة خلال الموسم المقبل دون تعب أو شقاء بسبب بعد المسافات.